فاطمة أمام ثلاث لاعبات لم يكن جيد. فاطمة تلحق عليها، فاطمة تلحق على الكرة، ممتاز فاطمة والمراوغة والعرضية ممكن، والمراوغة الثانية في انتظار العرض. على فكرة في نادي سبورتينغ براغا وضعية تسلل على اللاعبة الجنوب افريقيا، تسديد وفيها تسلل، فيها تسلل سيزاني والتغطية من العودة، ترك لها مساحات اللاعب، الكرة هنا ما تمرش، أكدها وزاد أكدها، هذه الضربة الحرة لمنتخب جنوب افريقيا، تسديدة مرت عالية. ذكرت بأن مراكش مين ضعت من جديد، هذه خطيرة، خدوش برافو خديجة في الأولى، والتغطية بعد ذلك من نسرين الشاد في التأمين، ولو أن خديجة تأخرت بعد شيء. موتسيبي في روزيلا، برافو نهلة فاطمة، يلا يا فاطمة روزيلا مرة جانبية كما جاءت غط روزيلا، هنا تقطع الكرة روزيلا كانت صعبة شوية، طالت لكن هذه صعبة حنان يا حنونة يا رائعة. كل مباريات المنتخب المغربي كان يبيع لكم ولا تابعة للس. إيمان سعود تأثر بعد الشيء، ولكن المنتخب من موفق إن شاء الله. في سعود غريبي تمشي كرة، برافو النوعية، بينما الكرة لدينا جانبية لفار مع روسي لايان لاعب الجزاء، وتركض كثيرا بعد الشيء، وحنان تمر، حنان برافو نهلة، لازالت تحتفظ بقيمة السرعة. فاطمة الانطلاقة، يجب المقيمة، فاطمة تتقدم، فاطمة المهارة كان بما فيها المباراة الافتتاحية، وقع عند إيمان سعود سنة سودي، وحنان أيت الإصابة والتغطية، ممكن تغطية مغربي ومنتخبي، ترفع الضربة الحرة الجانبية العرضية الرأسية. طب الحكم ماذا تقول؟ فعلا غيزلان ماغايا مرت جانبية وبالتالي ضربت مرت فاطمة، مشيت فاطمة الوانتو، فاطمة مرت مر كبار سيدات شيوخ، ولكن لحسن الحظ اللاعبة نسرين الشاد بعد ذلك. هنا خدوش، برافو خديجة، برافو، هذه لو من زاوية أخرى ستكون واضحة في دوري ابطال افريقيا بمصر. قادت الجيش الملكي للفوز بالمركز، ترى فاطمه تكنا وتلعب الجنه، يا سلام عليها حراسه لصيقه اللاعبه روزيلا، والسلام والتمرير بعد ذلك. شوف نقول شو، تصعدان باستمرار وتساندان باستمرار، وياتي لليسرى فاطمه تكنا وتتحصي لكن اكثر، وبالتالي الانظار هي ما يزيد عن اسم الكرات العاليه، كراتك اولمبيك، مهم جدا التركيز في الكرات. عودي من فيلا طلبتها روزيلا، مفروض عليها حراسة الشباك الذي المباراة، هنا الإعادة مباشرة إلى جانب كل هذه العناصر، تمشي مباشرة على اللقاء، هنا الكرة الأمامية خلف بداية من الباحثة، تبحث هناك لغزلان وزينب، هربت تاكناوت وعرضية تيمة تاكناوت، تمتعنا وهم على طريقة ميسي، على طريقة